اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المنتخب العراقي تسديدة وين بعيدة، ولكن كيلي سيرويز يا سلام بالمهارة، ولكن صافرة وخطأ قريب. ماجد الشمراني يعلن عن ضربة حرة مباشرة للمنتخب الأندونيسي، خطرة مارسيلينيو، لا 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 لا، فضل الحل الفاحة، مرر كرة إلى جاسم، تسديدة حلوة عراقية. كيلي سيرويز محاولة، يا سلام، فين كرة أندونيسية ملعوبة على القائم البعيد، خطيرة، يبحث عن تمريرة رد، وصل إلى أمامية خطيرة، ولكن تدخل صد، هدف ثاني للمنتخب العراقي، عرضية خط بارتاما، كرة على قائم أول ملعوبة، رقية ومحاولات في منتصف الملعب، ولكن صافرة وخطأ للمنتخب العراقي. وألف سلامة عند بارتاما، كرة على القائم الأول خطيرة، مارسيلينيو محاولة تخطي سليمان، دوران تسديد، يا سلام، خطيرة 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 عراقية، هدف ثاني، الله، التنوع في التمرير، رافائيل ستريك محاولة إلى كرة إلى سليمان، عرضية على قائم أول، رأسية المدافع، ولكن كرة عراقية خطيرة فيها تسديدة وتصدي من المنتخب الأندونيسي، فرصة هدف ثاني، عرضية مخادعة بالكعب، ولكن كذلك عاشرا بثلاث نقاط، كرة ملعوبة عراقية عرضية خطيرة رأسية مرت إلى ضربة، يا سلام إلى علي جاسم صاحب الثلاث أهداف، ممكن تمتد معها المباراة إلا إذا كرة مساعدة عراقية إلى الكورجي، عرضية على القائم الأول، رأسية، ولكن تصدي من حارس المرمى وحال التسلل، وربما معها خطأ في كرة عرضية، نهاد 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 نهاد، كرة عبسين طويلة للعراقيين، 99 حتى الآن متعادلين، خطيرة، الله الله، محمد خطيرة، عرضية على قائمة ورد، تمريرة رد لعبد الأمير، عرضية، كرة خطيرة عراقية، تسديدة تعتلي العارضة، جهة اليسرى، خطرة عراقية، عرضية براسية من هوستن، ومحاولة عراقية، عرضية راسية تلت العارضة، ولكن خاطئ، هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني، جول ثاني عراقي، هدف ثاني في الشوط الأول الإضافي، وعن طريق علي جاسم، هدف يا ابو حسين، هدف ثاني للعراقيين.